استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي 2023-2024، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر. أشارت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في بيان إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2023-2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 6,500,000,000 جنيه، تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6%. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، ومنها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي واستكمال إنشاء نحو 13 تجمعا زراعيا بمحافظة شمال سيناء.